زراعة النخيل من الأنشطة الزراعية الرئيسة في العراق، حيث كان إنتاج التمور وتصديرها يمثل جزءاً مهماً من اقتصاد البلاد، لكن هذا القطاع شهد تراجعاً ملحوظاً في الإنتاج بعد عام 2003، ما أثر بشكل كبير على الاقتصاد المحلي. رطب يجينا من الحلة ومن الصويرة ومن الطارمية ومن كربلة، كل أي دعم حكومي ما عندهم هم، يعني لا دعم السلة، لا دعم صندوق، لا دعم كرتون، لا دعم سلينة، يعني الشيح والتمر ما دعمته من الحكومة بها. وشهد قطاع إنتاج التمور تراجعاً في مستوى الدعم الحكومي بعد عام 2003 بسبب الفساد وسوء الإدارة والمحاصصة، ما أثر على قدرة المزارعين على تطوير وتحسين إنتاجهم وتحقيق أقصى استفادة. شلون ينتج الفلاح العراقي؟ شلون إذا ما يصير له دعم شلون يقدر ينتج؟ طبعاً بالمستقبل إذا ظل الأمور هيك ما راح يصير إنتاج محلي، وراح يأثر على الإنتاج المحلي، وبالتالي راح البلد لازم يعيد سياسته الاقتصادية وخاصة الزراعية، لأن الزراعة نفط دائم، ومع الأسف الزراعة بالبلد هاي 10 سنين الأخيرة 20 سنة الأخيرة ماكو دعم للفلاح، ماكو دعم للإنتاج المحلي، ماكو دعم من الحكومة. لو أكو دعم من الحكومة كان نقدر نفتح مصانع تعليب، يعني أبسط شيء أكل هسه يجيك مستورد تمور مستوردة من إيران ومن غير دول، بس إنه من ناحية التعليب وطريقة التغليف، لو إحنا عندنا هاي الإمكانية ودعم من الحكومة إنه بحيث يخليك تعلب وتغلف نفس يعني الدول المجاورة، كان إمكانية يعني كثير جبارة. ويعاني العراق من تقلبات مناخية وأزمة جفاف ونقص كبير في المياه، وسط غياب تام للخطط الحكومية الفاعلة، ما أثر على إنتاج التمور وجودتها.